آخر كنطلب من المستمعين والمستمعات أنهم يتواصلوا معنا أيضا على رقمنا على الواتساب اللي هو 0608-0602-221. للأسف انقطع الخط على عثمان. كنتمنى أنه إلا كان باقي في الاستماع يعاود يربط بينا الاتصال. غادي ناخدو أم لقمان اللي اليوم بغات هي مدينة أكادير, عندها 28 سنة وبغات يعني استشارة أستاذ بن ساسي, بغات تاخد نصائح من عندك. مرحبا. السلام عليكم أم لقمان. عليكم السلام أختي سيام, أش خبارك؟ لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله, بارك الله فيك. كي دايرين نتوما؟ بخير. اش خبر لقمان؟ لاباس عليه الحمد لله. كيكبر شويه؟ شويه تيكبر. شحال عنده دابا؟ 6 سنين. ما شاء الله ما شاء الله, الفتره ديال الحلاوه دابا ديال الوليدات كيكونوا حلوين في هذه الفتره. الله يحفظه. بارك الله فيك, الله يحفظ لك وليدات. اللهم امين. اذا استاذ نساسي معك. تفضلي ام لقمان. بارك الله فيك. غير انا بغيت نهضر على المشكل ديال السويع, هو اول حاجه بعدا اللي كنت جبتو في واحد الموضوع بحال هذا. ويعو وحاجه اخرى ديال التضحيه, لانني انا درتهم بجوج تقريبا, دازوا عليا بجوجهم. كانت التضحيه كتقصدي هذوك البنات وذوك الاولاد اللي تخدموا وكيكونوا هازين الاسره ديالهم انا ما خدمتش باش نهز الاسره, ولكن باش نحيد عليهم داك العبء ديالي. الحمل ديالي هكا وديال المدرسه, لانه كان صعيب باش تكلف المدرسه وبزاف الصعيب. كنت اضطريت انني باش نخرج من المدرسه وندير التكوين, والحمد لله انني خدمت من بعده, واخا تكرفت شويه ولكن الحمد لله خدمت. ولكن انا باقا فيا المدرسه, ما شديتش الباك, بقى كان عندي طموح, كانت عندي طموح انني نكون استاذه ديال الماط بالضبط, لانني كنت نحلق على الماط. ولكن كان عندي مشكل ديال السويع, لاننا عانينا بزاف من السويع مع الاساتذه, لانه كانوا تيقول لك اللي بغى يفهم يجي يدير السويع ديريكت هكا تيقولها لك, وما كانوش امكانيات عندي, وهذا هو المشكل. حاليا انا من بعد ما خدمت, من بعد تكوين خدمت وتزوجت, ملي ولات عاد ديك الخدمه مؤخرا تنحس براسي مليت وما تندير والو في الدار, واخا مقابله ولدي وسميتو, ولكن المهم مليت, لان ما ولفتش انا في الدار, ما ولفتش جلسه. درت تكوين, ماشي ما درتش, درت تكوين ديال الخياطه من اللي جالسه في الفتره ديال الحماله. عندي دبلوم اخر في الطوكاب, لاني كنت انا في الميدان ديال الميكانيك جينيرال, عندي دبلوم اخر في الطوكاب, ولكن هادشي كلشي صراحه حاليا ملي جلست ما لقيت درت حتى حاجه, كلشي بحال نسيت كلشي وجلست. حاليا بغيت نبدا من جديد, تنفكر انني ندير باك حر مرونه, ما عرفتش واش نمشي الدروس 11 سنه هذه باش نقاطع على المدرسه. حاجة بغيت ندير الطبخ هنا فين ساكنة أنا, ما غاديش يتمشى ليا, متأكدة مزيان من هاد القضية. عندي الحاجة الثالثة وهو مشروع مع راجلي. راجلي لأنني نفس الدومين اللي كنت خدامة فيه, وكنظن أنا غيكون عندي مزيان, ومن بعد نوقف معاه المشروع وندير باك حر, ما عرفتش شنو ندير, باقا تالفة ما بيناتهم, لأن أنا إن شاء الله هاد العام اللي نبدا شهر 9 بغيت نبدا شي حاجه, لانني ندخل ولدي المدرسه وغيكون عندي الوقت شويه. جميل. قول لي يا ام لقمان. نعم. هاد الشيء تبارك الله هضرتي في مجموعه كبيره ديال القضايا, كيبان لي داك الراس عندك كيضل يفكر, عرفتي كيدور داك الشيء نهار كامل, وقيله هو كي لي سيركوي كيدوروا فيه بزاف. اولا هنيه عليك, بغيت نهنيك على هاد الراس ديالك, يعني حطي يديك بجوج على راسك وقولي الحمد لله على هذا الرويس اللي عطاني ربي سبحانه وتعالى, عطاني هذا الدماغ. الحمد لله على كل حالة. والله عرفتي علاش؟ لأن شوفي الله علاش عطانا هذا الدماغ, هذا عطانا هذا الدماغ هذا من أجل هذا الشيء, باش يفكر باش يخدم. راه الكارثة شنا هي؟ عندي راس وما كنستعملوش, عندنا دماغ وما كنوظفوش, عندنا خلايا عصبية وعاطلة ما كدير حتى شي حاجة. يا ما هو موجود الناس هذا هو الوضع ديالهم, نسأل الله زعما باش يعطينا الهمة والرغبة والإرادة بحال الشيء اللي عندك. كتكلمي بواحد الرغبة بواحد الهمة بواحد العزيمة ما شاء الله عليك, زعما
برافو عليك ام لقمان, وهني على الراجل ديالك كون كان يسمعني يقول لي هنيه عليك بام لقمان تهلا فيها, وهنيه للقمان ماما, وهنيه على لقمان بالماما بهذه ام الطراز الرائع. لا صراحه غير اسمح لي قطعتك, ولكن حتى راجلي صراحه انا تنحس انني الحاجه اللي عطاني ربي زعما الحمد لله واحد الانسان رائع. اللهم لك الحمد, الحمد لله. هل 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 القوه ديال الاسره هو هذا الكلام اللي كنسمعوا دابا من ام لقمان على راجلها؟ وانا متاكد لو نطق الزوج ديالك لا قال فيك شعرا. ولبنى ايضا اللي كانت قبل منها مدينه المحمديه اللي شكرت بزاف الزوج ديالها. الحمد لله انا كنامل بان الاسره الناجحه الاساس ديالها هو ديك التفاهم وديك الموالمه اللي كتكون ما بين الازواج. ونقول واحد السر اليوم, الا بغيتوا تعرفوا القيمه ديال شي راجل سولوا عليه مرتو كيفاش كتهضر عليه. ياك قاعدة. اجي ولا كانت شي مره جاحده ما سمعوش ليها. واخا الراجل حيت كنشوفو وعرفتي وكاينين بعض الرجال ايضا استاذ محمد بن ساسي اللي واخا المراه مسكينه كتكون يديها شعلهم ليه شمع شمع كما كنقول, ما عمر هضر عليها بالخير غير ما دايراش وما فعلاش وما كديرش. شوف هذاك الجوانب اللي ومسكين الله يكون في العوان. وهذا هنا فين غيجي داك سبحان الله العظيم داك الشيء اش قلت لك انايا لما كنسمع واحد المراه كتكلم على راجلها بهذا الشكل هذا اكيد نقرا. نطلب الله تعالى يحفظ جميع الرجال ديالنا وجميع الزوجات ديالنا اللهم امين, ويهدي اللي فيه شي عيب ولا شي نقص ولا شي تقصير يا ربي العالمين. مشيو مع ام لقمان. اول علاش انا عجبني هذا الشيء اللي هضرتي فيه تبارك الله بزاف ديال الافكار, دليل على ان العقل ديالك بصحه جيده. والله حقاش بعض الناس بعض المرات كيتقلقوا علاش انا محتاره وما عرفت ما ندير وكنقول هذا وبغيت ندير هذه وبغيت ندير هذه, وحمد الله عندك هادشي كله دماغك تيفكر هكا خاص كاين دماغ اخر محطوط وعاطل واقف ما كيفكر حتى فشي حاجه. هذه وحده. زوج دابا غنكونوا عمليين. قلتي لي شهر سعود غادي تبداي في شي حاجه ياك؟ وي. هادشي اللي هضرتي فيه دابا كله واش كاتباه مقيداه في شي دفتر؟ كاتبه. ممتاز. انا كنقيد بزاف ومؤخرا التجربه ديال سميتو هادو التجربه ديالكم ديال اللي ورقه وستيلو تنقيد المصروف لانني انا اللي شاداه في الدار. الصالير ديال راجلي انا اللي شاداه, هو تيبري كولي من وراء الخدمه ديالو وتيتشتت في المصروف. مؤخرا قال لي راه هكا كرمه ما عرفتش شنو طيشت ليا شنو تندير هنا شنو, قلت ليه راه مقيد ليك. وبقيت نقيد ليه الصراحة ولا تعرف الفلوس اللي تيمشي. قال لي عرفتك على جهاز هذاك الكتاب وتتقيدي. الحمد لله. الكتاب قلت لي راه ما تنساش وما تيجي لك حتى حاجة. جميل جدا. ما غيزيد عليك ما ينقص عليك الكتاب. إذا ها هو. فكرة وستيلو ورقة راه ديما تيكونوا في الديور. جميل جدا الحمد لله. إذا أنا قلت غتقيد إن شاء الله هذه المشاريع كلها هذه الأفكار كلها. والرأي ديالي أش من بكالوريا كنت تقدمتي؟ علوم فيزيائية. انا ايضا نقول لك الراي ديالي بداي العمل مع الزوج ديالك. طالما كاين المشترك ما بين التخصص ديالو وما بين التخصص ديالك, انت غتكوني الدرع اليمين ديالو. ودابا اصلا انت ماشي الدرع اليمين ديالو, انت هي الوجه الاخر للزوج تاعك. الحمد لله المشرفه على التدبير ديالو والبيت وكذا. القلب ديالو والعقل رائع. شيء جميل جدا. اذا قلت نقول لك ام لقمان توكلي على الله, ديري يدك في يد الزوج تاعك. بداو المشروع واحد من شهر 9 غتبداو المشروع وتبداو العمل ديالكم. في نفس الوقت دير تعديل البكالوريا عام كله. خدي وقتك وغتضربي عصفورين بحجر واحد السنه المقبله. اذا العام او الموسم الدراسي 2019-2020 سنة البكالوريا وجوج سنة ديال افتتاح عمل ديالكم ان شاء الله. ما غاديش نطول عليك اكثر من هادشي. حنا فاش غادي نعاودو نعيطو لام لقمان نعطيوها منتصف الموسم الجاي يعني ان شاء الله شهر 6 تكون وحده بدات في التحضير. نقولوا شهر 12 موسم الدراسي هو شهر 12 كيسالي. غنبداو العام 2020 في شهر 1. اذا شهر 12 نتواصلوا معك ان شاء الله. غير عطاك واحد النقطه اللي بغيت نهضر عليها. نرجع ونعاود نقولها لانك تتهضر على الاحسان ديما وتقول لي ما تمشيوش تصدقوا درهم جوج ثلاثه. نتمنى الناس كاملين اللي تيجمعوا ذاك الاحسان
يعني ماشي كلشي، ولكن المهم واحد يفكروا في التلامذ، التلامذ اللي تيكون ما عندهمش باش يكملوا القرايه ديالهم. ام لقمان عرفتي شنو نذكرها بالموضوع؟ واحد الوقت، واحد الوقت ما كانش عندها باش تكمل قرايتها فعلا. هذا اللي دا دموعي بغا يهبطوا في هذا الموضوع، لاني صراحه جرحت فيه بزاف. وتنتمنى الناس يعاونوا. انا عندي واحد القيمه اللي تنحيد ديال الاحسان كنعاون بها واحد الوليد، وتنتمنى يكون عندي اكثر باش نعاون. برافو عليك. كنتمنى الناس يعاونوا الطلبه، يعاونوا التلاميذ، يعاونوا الارملات بخصوص، لانني انا يتيمه وكان هذه المعاناه عندنا بزاف. يعاونوا هاد الناس، ما يعطوهمش الفراك و 50 درهم و 100، لا ما دير ليه والو، اعطيه باش يقرا او لا اعطيه باش يخدم. هذا النداء. والاساتذه الله يهديهم، كاينين شي وحدين الله يعمر عذر، انا قريت عند شي وحدين في الاعدادي، المشكل اللي لقيتو في الثانوي، كاينين اساتذه الله يعمر عذر ولا اقرايه الله يهديهم، يعدلوا بين التلامذه ويشرح الدرس كيف ما تيتخلص عليه. واكثر انا تنقول دائما في اي كيف ما بغات تكون الوظيفه ديالك، خدم اكثر ما كتاخذ، لان الخبرات كتسوى اكثر من الفلوس اللي كتاخذ. خدموا على الخبرات ديالنا، لما نكونوا في شي مجال في اي قطاع من القطاعات نخبروا اننا نكبروا ونرفعوا من درجات الاداء ديالنا. نعم. لان هذا كيطور العقول ديالنا وكيزيد من الفرص اننا نكسبوا اكثر. وهذه رساله وجهتها ام لقمان لكل المستمعين والمستمعات، اننا نعاونوا الارامل، التلاميذ اللي محتاجين خصهم يقراوا، الطلبه. شكرا لك ام لقمان من مدينه اكادير، احنا دائما مواصلين.